معانا اتصال من الأستاذ عمر الجيزة. ألو أستاذ عمر. ألو. أيوة. ازيك يا أستاذ مبروك؟ ربنا يسترك. بحب حضرتك جدا والله. الله يحبك بنداه وكرمه. ربنا يبارك لك. انا عندي 18 سنه والثانويه عامه في ثالثه ثانوي. اتمنى حضرتك تدعي لي انجح باذن الله. ولكل مجتهد يا رب. ولكل مجتهد. الله يبارك لك والله. حضرتك انا في حكايه عاوز احكيها لك بس. تفضل. على اختي. تفضل. حضرتك اختي قاعده في الصعيد وحماها وحماتها مزنين عليها جدا في كل حاجه، وجوزها بيشتمها وبيضربها، ولدرجة ان هي مش حتى بتشتكي لابوها وامها، ان هي بتقول لهم جوزي بيعمل كذا ولا كذا، مش قادرة تقول لهم. بسبب ايه؟ فجي بعدين بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ انا سمعت بسبب اللغز. لا هم ما فيش لغز، هم يعني هم بيتعاملوا معاها بالطريقة دي من بدري. يعني أبو, أبو 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 أبوه وأمه جايز، لكن هو كمان معاهم. كان بيخطبها. كان بيخطبها ليه؟ كان عايزها. يتجوزها ليه؟ يعني يعني المفروض هو بيحبها ومحترمه بيحبها، هو دلوقتي يبقى المفاهيم اتغيرت بسبب ابوه. يعني هي عمر عمر هي خلفت. مخلفها. الرابع جاي في الطريق. يا رب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحافظ قدر الامكان على الضنا، وبالذات في زماننا. ففي زماننا اللي ما فيش حد فيه بيستاهل، الست بتتطلق هي وعيالها. ما كانش زي الاول الطلاق اللي هو مقرر على الثانويه عمر الازهريه. طبعا فك عقده النكاح. يعني لو واحد مربوط فك العقده دي يبقى اسمه طالق. الزواج رباط، فيجي نفكه بانت طالق بقى الطالق. لكن الاولاد في الذمه وفي الضمير والنفقه والسكنه والحضانه واجره الرضاعه لغايه لما يستقلوا بحياتهم. ده المسلمين. انما الفرق علوز اللي زينا مع الاسف يعني ما بيعرفوش الكلام ده. يعرفوا الست كويسه نكرم العيال. حصل اي مشكله مش مهم مين اللي غلطان بيننا وبين الست، يبقى هي وعيالها تغور كده بالمفتشر، ويطلع بقى على القهوه يقول ما حدش يستاهل. يعني عمل لها من خيار. فهي نصيحه ليها ولكل واحده، علينا شيء اسمه معرفه طباع الناس. لان احيانا البني ادم بسذاجته بيحط نفسه في مشكلات كبيره جدا. انت عارفه ان دي بتضايقي حماتك وحماكي، بلاش تعملها، بلاش توريهم وشك، خليكي مع النغنوغ اللي احبك ده. وهو عارفه ان هو برضو وارث بعض العادات والتقاليد وبتاع، ما تعمليش اللي يضايقه قدر الطاقه من اجل الرابع اللي جاي، من اجل الثلاثه اللي جم والرابع اللي جاي. دي نصيحه اب وجد لكل فتاه، سواء لسه ما تنيلتش على عينيها او تنيلت وجابت الثلاثه والرابع جاي. نحاول بقدر المستطاع نبعد عن اللي يجيب ضرب واهانه وشتيمه وقله ادب.